رسم وتعويم سمكة. في هذا المشروع نشرح طريقة رسم وتحريك سمكة مع إمكانية تعديل شكلها ولونها، ومن ثم تصميم مجموعة أسماك بأشكال وألوان مختلفة وتحريكها بشكل منتظم أو عشوائي. نرسم شكل بيضاوي ونضيف نقاط لرسم الفم ونضبط شكله. نضيف نقاط لتحديد منطقة الرأس ونحدد كل نقاط الرأس وننشئ شكلا بلون أغمق. نضبط شكل الجسم وننشئ نقاط لرسم الذيل. نرسم دوائر العين ونضيف دائرة بيضاء شفافة لمحاكاة اللمعان. نرسم ثلاث زعانف بنفس لون الرأس، واحدة أعلى السمكة ونرجعها للخلف، واثنين أسفل السمكة، واحدة للأمام وواحدة للخلف. نحدد جسم ورأس السمكة ونضيف تأثير الظل الداخلي. ويمكن أيضا إضافة تأثير التشبيه على الرأس وجسم السمكة. نحدد الزعانف ونضيف لها تأثير البقع ونجعله على شكل خطوط. ثم نضبط اتجاه البقع في كل واحدة على حدة. نصمم تحريك مستمر للفم والعين. نرسم منحنى في جسم السمكة لمحاكاة اللمعان ونخلي لونه أبيض شفاف ونضيف له تأثير النعومة. ننشئ طبقة عظام ونسحب داخلها طبقة السمكة وننشئ هيكل عظام السمكة ونضبط مستوى قوة التأثير. ونلغي قوة تأثير الزعانف ثم نجري لها ربط بالنقاط. نحدد كل العظام الفرعية ونضيف لها تأثير الحركة الديناميكية، وعند تحريك العظمة الرئيسية تهتز باقي العظام تلقائيا. ننشئ ثلاث عظام ذكية لعمل تعديلات على شكل ولون السمكة. في العظمة الأولى نضيف اثنين أكشن لإطالة وتقصير شكل السمكة. والعظمة الثانية لتغيير ألوان السمكة.
والعظمة الثالثة لتغيير شكل السمكة. بكده يمكن تحريك السمكة وعمل تمدد وانكماش للحركة، كما يمكن عمل مجموعات مختلفة من الأسماك. ننشئ طبقة عظام جديدة لعمل سرب من الأسماك. وننشئ هيكل عظام لهذا السرب ونضيف للعظام تأثير الحركة الديناميكية. ونضبط طريقة ربط العظام ببعضها. ثم ننسخ طبقة السمكة لعدة نسخ. ونربط كل طبقة بالعظمة المناسبة. الآن نصمم تحريك للعظمة الرئيسية في شكل منحنيات، فتتحرك الأسماك بشكل ديناميكي. كما يمكن تغيير ألوان الأسماك وأشكالها وتصميم مسارات حركة منتظمة أو عشوائية.